أهلا بكم مشاهدينا في الفقرة الأخيرة من الساعة الأخيرة من اليوم الأخير من ساعة مونديال. بينضم إلينا فيها الأستاذ بلال السيسي ناقد الرياضي بالبوابة نيوز. أستاذ بلال إزيك؟ زي حضرتك، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام؟ يعني عايزين بقى في الأخير كده حصاد المونديال، آخر حصاد للمونديال، إيه اللي ميز مونديال 2018 روسيا؟ يمكن لو خدنا عنوان كده للمونديال الروسي نقدر نقول ان دي بطوله الواقعيه. نقدر نقول ان المنتخب اللي هو الاكثر تكاملا هو اللي قدر يفوز بالبطوله. المنتخب الفرنسي قدم بطوله مميزه جدا، مشواره نحو اللقب لم يكن بالسهل، خاصه اللي هو قابل منتخبات كبيره حتى ما وصل الماتش النهائي. ابتدى بالارجنتين، ثم لعب في نص النهائي لعب بلجيكا، في النهائي لعب المنتخب الكرواتي اللي بالنسبه لي مش مفاجاه خالص اللي هو يوصل للماتش النهائي. كرواتيا مع زلاتكو داليتشي المدير الفني قدم بطوله قويه جدا. قدر المنتخب الكرواتي اللي هو يثبت ان الكوره مش فرديات بس، يمكن احنا شفنا اي نعم المنتخب الكرواتي بيضم كوكبه ومجموعه مميزه جدا من اللعيبه ابرزهم لوكا مودريتش وراكيتيتش بيريزيتش وبروزيفيتش. منتخب يضم لعيبه كتير جدا، عندهم مهارات فنيه كتير جدا. داليتش قدر يستخدم اللعيبه ديت وقدر ان هم يوظفهم بشكل كبير جدا بشكل جماعي مش بشكل فردي. يمكن بعض المنتخبات الكبيره عانت بسبب الفرديه، يمكن شفنا ده في منتخب البرازيل المنتخب الارجنتين اللي بيضم ابرز لاعبي العالم ليونيل ميسي لم يقدم الاداء المنتظر. على ذكر النجوم وليونيل ميسي، يعني لو نقول مثلا مين افضل نجم حضرتك شايفه في كل المنتخبات اللي شاركت في مونديال روسيا 2018؟ انا لو همنح اللقب الافضل في المونديال من وجهه نظري انا طبعا ايدن هازارد القائد المنتخب البلجيكي وصنع فريق تشيلسي الانجليزي. هازارد قدم بطوله استثنائيه السنه دي، قدم اللي هو قدر اللي هو يصنع طفره. طبعا منتخب بلجيكا بيضم مجموعه لعيبه كبيره جدا من اللعيبه سواء كيفن دي بروين او لوكاكو او ناصر شاذلي او عندنا في خط الوسط في عندنا في الدفاع فورتنخن، في عندنا فيتسل. طبعا كل ده هو كان الابرز في من وجهه نظر انا في المونديال الروسي. هازارد ايدن هازارد، وفي طبعا كلام كبير جدا وراح منتقل لريال مدريد، طبعا اتفاقات شفهيه حتى الان. طيب ده بالنسبه للنجوم. بالنسبه للمديرين الفنيين، من رقم واحد شايفه ان هو يعني ما كانش متوقع مثلا ان هو يكون هذا الاداء بتاعه، وشايفه انه عمل طفره في كاس العالم؟ انا من وجهه نظري زلاتكو داليتش المدير الفني للمنتخب الكرواتي، مدير فني ممكن يكون على مستوى العالم ما كانش معروف. يمكن ابتدى في فريق الفيصل السعودي، بعد كده راح الهلال ثم العين الاماراتي. داليتش يمكن كان معروض على الزمالك وكان قريب جدا من تولي الزمالك، ويمكن كان سعيد حتى بترشيحه لقياده الزمالك. لم يشفع له ان هو يمرن فريق نادي الزمالك. انا لسه بقول لحضرتك اللي هو ساعتها دي كانت حاجه غريبه جدا، اللي هم الناس قالت لك لا اسم الزمالك كبير عليه جدا. راجل زي ما يكون طوق نجاه بالنسبه له، راح درب المنتخب الكرواتي، اثبت للجميع ان الكوره مش بالاسماء، الكوره بالجماعيه والكوره بالتكتيك والدراسات. الراجل ده اشتغل على نفسه كويس جدا، قدر اللي هو يعمل طفره، قدر اللي هو يستغل مجموعه مميزه جدا من اللعيبه، وصل بيهم للنهائي، احرق بالمنتخبات الكبيره. يمكن ماتش الارجنتين كان خيره دليل على كده، تفوق بشكل كبير جدا على تكتيكيا على سان باولي، خورخي سان باولي المدير الفني للمنتخب الارجنتين، قدر يكسب الارجنتين 3-0، وكان خلى موقف الارجنتين في المجموعه صعب جدا لولا فوز نيجيريا على ايسلندا اللي ادى طوق نجاه للارجنتين، واللي هو قدرت في الاخر تكسب نيجيريا وتتاهل من دور المجموعات. كان ممكن الارجنتين يطلع من الدور الاول بسبب خسارتهم من المنتخب الكرواتي. المنتخب الكرواتي مع زلاتكو داليتش قدم كره واقعيه، قدم كره جماعيه كبيره جدا، قدر يستغل ويوظف الفرديات اللي عنده بشكل جماعي مش بشكل فردي، والدليل على كده اللي هو وصل المباراه النهائيه. يمكن افضل انجاز في تاريخ منتخب الكرواتي الحصول على صاف كاس العالم. هو طبعا اصطدم بقوه المنتخب الفرنسي وحنكه ديدي شامب اللي هو يملك بعض الحنكه وبعض الخبرات، اللي هو لجا للكره الايطاليه واستغل فتره تواجده كلاعب في صف يوفنتوس الايطالي. دي شامب ممكن يكون عنده فرديات كتير جدا حلوه في ظل وجود مبابي وجريزمان بول بوجبا، قدر اللي هو يوظف برضو هذه الفرديات بشكل واستغلها بشكل جماعي، مش عمليه اللي هو انا عندي نجم واحد فانا هقدر ان انا هو يبقى الابرز ونعتمد عليه بشكل كبير. لا، دي شامب كان في ظل انتقادات كتير جدا كان تعرض ليها قبل البطوله، قدر اللي هو يرد على زي الانتقادات بتدوج باللقب في النهائي. طبعا احنا عارفين ان المنتخب الفرنسي عادة بيبقى منتخب مرشح، لكن في الفترة اللي فاتت دي شامب قدر يتحمل ضغوط كبيرة جدا، يتحمل الانتقادات من وسائل عالمية ووسائل محلية. عظيم. ووظف كل ده في النهاية اللي هو تطور باللقب يعني. بالنسبة للقفاز الذهبي حارس المرمى، مين أفضل حارس يعني أنت شايفه أن هو كان أداؤه فارق؟
لا يعني لا خلاف ان تيبو كورتوا الحارس المنتخب البلجيكي يستحق لقب الافضل، خاصه ان لولا خطا هوجو لوريس الحارس مرمى المنتخب الفرنسي في المباراه النهائيه اللي قدر منها يستغل ماريو مانزوكيتش اللي هو قدر اللي هو يستغل الخطا ويسجل الجون الثاني، كان ممكن لوريس يعني يحصد لقب القفاز السابي، خاصه ان المنتخب بلاده حقق اللقب في النهائي. لكن الخطا ده رجح كفه تيبو كورتوا اللي قدم مستوى استثنائي السنه دي، اكبر يعني اكبر اللجنه الفنيه التابعه للاتحاد الدولي باختيار جواز الافضل اللي هم يختاروا كورتوا الافضل، ده ما مش شايف ان هو الافضل. افضل خط دفاع، افضل خط دفاع شايف انا ممكن اديها لرافائيل فاران وصامويل اوموتيتي، الثنائي متفاهم جدا، ثنائي المنتخب الفرنسي متفاهم جدا. افضل خط دفاع منتخب الفرنسي، يعني الثنائي القلبين الدفاع خاصه اللي هم فاران واوموتيتي، لو هنشوف ممكن نكون في الاظهره ممكن تريبيير ظهير المنتخب الانجليزي قدم بطوله استثنائيه مع بافارد برضو ظهير المنتخب الفرنسي، شايف ان قلب دفاع المنتخب الفرنسي كان منسجم جدا وادى قوه دفع قوه كبيره جدا. ده مش معنى ان دول اللي هم الابرز ان في ان بقيه اللعيبه او بقيه المدافعين ما كانوش موجودين، شايف ان يعني على الرغم من بافارد لاعب المنتخب الفرنسي في كتير بيقول عن يعني ممكن بيمثل ثغره في احيانا في بعض المباريات، ده طبيعي اللي هو ممكن يمثل ثغره، بتتكلم في لعيب مثلا بقاله لعب ماتش 11 دولي، يعني ده اللي من سبب اختياري ليه، ولا راجل لعب 11 ماتش دولي. يمكن بافارد كان من مثلا من سنتين كان بيلعب في دوري الدرجه الثانيه الالماني، قدر اللي هو يواكب الحدث ودخل في التشكيله الفرنسيه بشكل كبير جدا، ده سبب تفضيل لاختيار بافارد في التشكيله. ده ما لا يقلل من بقيه المدافعين، شايف ان منتخب اوروجواي مع ديجو جودين وراؤول خيمينيز اللي هم قدموا من وجهه نظري برضو بطوله استثنائيه، يمكن اصطدامهم بالمنتخب الفرنسي في دور الثمانيه هو اللي اطاح باوروجواي بدري، لكن لو منتخب اوروجواي كان قابل منتخب ثاني مش في نفس قوه المنتخب الفرنسي كان قادر اللي هو يوصل لنص النهائي او المربع الذهبي على الاقل، في ظل وجود برضو اثنين من افضل المدافعين من وجهه نظري على مستوى العالم سواء ديجو جودين او راؤول خيمينيز. طيب قبل ما نروح لافضل خط وسط عايزين نرى الخبر ده ان مدير الوكاله السياحيه الروسيه بيقول ان حجم المكاسب السياحيه في روسيا من مواضيع البلد 15 مليار دولار، يبين طبعا قد ايه ان الرياضه طبعا مهمه جدا للاستثمارات وكيف يتم استخدام صناعه الكوره وازاي ان هي طبعا تبقى استثمارات كبيره جدا بتدخل عمله صعبه عليها. بلد البرازيل بلغت 14 مليار دولار، المانيا 12 مليار دولار، جنوب افريقيا اقتربت من 7 مليار دولار، ده طبعا على تاريخ طبعا المونديالات السابقه، طبعا روسيا الاعلى. كره القدم ليس مجرد لعبه، كره القدم دلوقتي بقت اقتصاد وبقت استثمار كبير جدا، بنشوف ارقام هلامية وفلكية في عالم كرة القدم. يمكن هستعين بقصة انتقال كريستيانو رونالدو ليوفنتوس، يمكن مثلا يوفنتوس غطى يعني انا من وجهة نظري اللي هو هيقدر يغطي ثمن الصفقة من مبيعات قميص رونالدو ولسه طيب. ما لعبش ولسه ما لعبش طبعا لسه مع يوفي. صحيح عايزين ننتقل للاهلي، بس قبل ما ننتقل للاهلي سريعا مين خط الوسط افضل خط وسط في المنتخبات ومين افضل خط هجوم؟ من وجهه نظر افضل خط وسط لوكا مودريتش مع راكيتيتش، وافضل هجوم ممكن نختار شايف مبابي مع جريزمان هما كانوا الافضل. يعني مبابي بقى سريعا للاهلي، النهارده كان الماتش، شايف النهارده الاهلي مع مديره الفني الجديد ايه الفرق ما بينه وما بين الاهلي وحسام البدري؟ يمكن الاهلي النهارده فوزه النهارده على تاون شيب البتسواني بثلاثيه نظيفه، وجه رساله للجميع ان الاهلي يمرض ولا يموت. طبعا موقف الاهلي كان في المجموعه كان صعب جدا قبل ماتش النهارده، انتصار النهارده جعل الاهلي في وصافه المجموعه بفرق ثلاث نقط عن الدرجه التونسي، اعتقد ان باتريس كارتيرون يعني هيكتسب ثقه كبيره جدا في ظل ان ده اول ماتش رسمي ليه مع القلعه الحمراء، قدر اللي هو هل نقدر نحكم على باتريس كارتيرون من اول ماتش؟ يعني هل بصمته كانت واضحه على الفريق من اول ماتش؟ انا شايف ان هو تقريبا نفس التشكيله، تقريبا نفس الاسماء اعتمد عليها. يعني انا شايف ان كارتيرون يعني في بعض الاحيان الفريق بيبقى محتاج تغيير فني جديد، مش لا ليس اكثر من ذلك. كارتيرون مش هنقدر نحكم عليه دلوقتي، لسه اول ماتش ليه، هو يحسب له اللي هو في اول ماتش قدر يحقق انتصار مريح، دخل الاهلي في صوره ثانيه في الصوره ثاني في المجموعه بتاعته. سكواد الاهلي قوي جدا، سكواد الاهلي ممكن يبقى محتاج بعض التعديلات، لكن احنا شفنا النهارده يمكن 90% او 99% من التشكيل هو نفس القوام اللي كان مع كابتن حسام البدري، يمكن دخل جديد سليف كلوبالي المدافع المالي اللي هو كان بيلعب في المازيبي الكونغولي،
لسه بدري عبال ما نحكم على كاتيرون، لكن يحسب ليه اللي هو قدر يحقق اول انتصار للاهلي في البطوله السنه دي، ودخل الاهلي في منافسه تاني، خاصه ان احنا هزيمه الاهلي امام كامبالا سيتي في الجوله اللي فاتت كانت حطت الاهلي في موقف محرج جدا. الوافد الجديد للاهلي في دفاعات فريق الاحمر كولوبالي، شايف اداؤه كان النهارده كان ازاي؟ ما نقدرش نحكم عليه كتير جدا، خاصة ان الماتش النهارده لضعف المنافس؟ بس يعني ضعف المنافس، كولوبالي محتاج مثلا نحكم عليه في ماتش اتقل من ده. الاهلي النهارده التاون شيب لم يكن لديه انياب هجومية ولم يحرج الاهلي على المستوى الهجومي، دفاع الاهلي لم يعرض للاختبارات، الماتش كان سهل على المستوى الدفاعي، ممكن نقدر نقول ان جماعية الاهلي سهلت الماتش او كده، لكن صعب اللي احنا نحكم على كولوبالي في ماتش زي دوت. ممكن نحكم عليه ماتش مثلا لاعب ترجي، لاعب مثلا زمالك، لاعب اسماعيلي، لاعب مصري في بدايه الدوري، بعد كده نقدر نحكم على كولوبالي. الكثير يعني بيتساءلوا فين صلاح محسن من الحدوته يعني. طبعا عايزين بس نشوف الترتيب بتاع الفرق دلوقتي على اي حال. زي ما حضرتك قلت ان هو في الاهلي في الوصافه، اعتقد الترجي التونسي في الاول، الاهلي الثاني، كامبالا سيتي الثالث، وتاون شيب الرابع. اوكي. صلاح محسن يعني هاخد من كلام حضرتك، احنا شايفين النهارده وليد ازارو يمكن انا بعتبره نجم الماتش النهارده، قدر اللي هو يسجل الجون الاول. صحيح. وقدر اللي هو يصنع الجون الثالث. وليد ازارو من الصعب جدا ان انت في هيواجه صلاح محسن، هيواجه منافسه كبيره جدا من المهاجم المغربي الشرس بقوه جدا، اللي هو رد على كثير من المنتقدين اللي هم كانوا بيقولوا ان ازارو غير يعني مش مؤهل اللي هو يلعب في النادي الاهلي. صلاح محسن محتاج اللي هو يصبر شويه، ولما تجي له فرصه لازم يستغلها. طبعا هو الضغوط على صلاح محسن كبيره جدا في ظل قيمه الصفقه الكبيره اللي هو انتقل فيها من امبي للنادي الاهلي. صلاح موهبه كبيره جدا، لسه المستقبل قدامها، عليه بس اللي هو يستغل الفرصه اللي هيحصل عليها خلال الفتره اللي جايه، بالتاكيد هيحصل فرصه مع خلال الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي. شكرا جزيلا أستاذ بلال السيسي الناقد الرياضي، بشكرك شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا لحضرتك. إذن مشاهدينا بهذا نكون وتكون ساعة مونديال قد وضعت أوزارها على مدى شهر وثلاثة أيام، لم نتوقف فيها يوما واحدا حتى لنلتقط فيها الأنفاس. ولا عجب، فقد كانت أحداث هذه النسخة من كأس العالم هي الأكثر إثارة وروعة، الأكثر متعة وتشويقا على مدى 33 ساعة. حاولنا فيها أن نحضر كأس العالم لكم بالصوت والصورة حصرية من هنا، ملخص للمباريات بما فيها من أهداف وفرص مؤثرة، تفاعلنا وتفاعلتم بها معنا. حاولنا أيضا أن ننقل لكم نبض مواقع التواصل الاجتماعي وكيف كانت ترى المونديال. حاولنا جاهدين أن نحضر لكم المتعة حيثما كانت وحيثما كنتم. أرجو أن نكون قد وفقنا لما كنا نريد أن نصبو إليه. فإليكم مشاهدينا تحية طيبة، ولفريق العمل تحية طيبة. أما أنا فأرجو أن تكون استراحة مذيع إلى حين، وإلى أن يحين ذلك الحين لكم منا كل الشكر والتقدير.